أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. مشاهدينا الخليج في أسبوع يطل عليكم أسبوعيا ويضيء على أبرز القضايا والاهتمامات الخليجية. حياكم الله. أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أقر في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الخميس وأعلنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد عام 2017، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال، فيما يتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال بزيادة وقدرها 6% عن ميزانية العام الحالي 2016. نتابع. بإيرادات قد تصل إلى 692 مليار ريال ونفقات قد تصل إلى 890 مليار ريال، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الاستثنائية الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2017. ميزانية هي الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والتي شملت خططا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل. ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. إذ يتوقع أن تصل إيرادات النفط في ميزانية 2017 إلى 480 مليار ريال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي. أما الإيرادات غير النفطية فيقدر أن تبلغ نحو 212 مليار ريال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة. وكشف الإعلان الرسمي عن الميزانية في السعودية عن انخفاض العجز التقديري في ميزانية 2016، والذي كان متوقعا عند إقرارها العام الماضي ب 326 مليار ريال، حيث يتوقع أن ينخفض العجز إلى 267 مليار ريال. هذا وسجلت ميزانية 2016 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% خلال عام 2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنحو 2.5% لنفس الفترة، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2017، مع مواصلة نموه تدريجيا ليصل إلى 3% في عام 2020. وهذا يقارب متوسط النمو في دول مجموعة العشرين البالغ 2.9%. مشاهدينا، وتعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة وعبر الأقمار الصناعية الدكتور خالد بطرفي المحلل السياسي والاقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد إلى برنامج الوطن أو إلى برنامج الخليج في أسبوع، حياك الله. بداية، كما تعلم أنه تم إقرار الميزانية بإيرادات تصل إلى 692 مليار ريال ونفقات قد تصل إلى 890 مليار ريال. هذا إنجل أستاذي يدل على استمرار الإنفاق إضافة إلى البرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل. تعليقك. هذا يؤكد أن هناك تدرجا في عملية تحول من دولة رعوية تتولى هي إدارة الاقتصاد ويعتمد عليها الاقتصاد كمحرك رئيسي، إلى دولة يحرك الاقتصاد القطاع الخاص، النشاط الأهلي، الإيرادات غير النفطية، وتأخذ الدولة دور المشرع والمنظم والمشرف على هذه الأنشطة. التدرج سيأخذ بضع سنوات، أولا إلى 2020 ثم إلى 2030. فالانتقال من مرحلة أن الدولة تنفق على كل الأنشطة وهي التي تدفع النشاط الاقتصادي والتنموي في البلاد لن يتحقق في عام واحد، ولذلك نلاحظ أن الإنفاق
بقي على ما هو عليه، لأن معظم المشاريع التي تقام اليوم في البلد والمشاريع الضخمة بالذات هي تقوم بها الدولة، الإنفاق على الأنشطة المختلفة التعليمية والصحية الخدمات الاجتماعية وغيرها ما زالت بيد الدولة، فما كان بالإمكان أن نخفض من هذا بدون أن يتضرر الاقتصاد ككل ويصبح نوع من الكساد في السوق. لكن ابتداء من السنة القادمة إلى 2020 ستلحظين أن الإنفاق يفترض أن يقل أكثر ويركز أكثر على المشاريع ذات المردود، إما مشاريع بنية تحتية تساعد القطاع الخاص على النمو أو برامج تساعد القطاع الخاص أيضا مثل الصندوق الصناعي، الصندوق الزراعي، صندوق التنمية، صندوق العقاري وغيرها من الصناديق التي تهدف الدولة من خلالها أن تسلم الراية إلى القطاع الخاص ليدير الاقتصاد نيابة عن الدولة. هذا الأمر سيزيد، بالعكس البرامج هذه ستزيد وتكبر ميزانياتها وتسمى برامج التحول الوطني، إلى أن نصل في 2020 إلى مرحلة توازن بل وفائض في الإيرادات، نتيجة إلى أن الاقتصاد الخاص بدأ يتحمل مسؤولياته نحو إدارة القطاع التعليم، المدارس، الجامعات، والقطاع الصحي، نعم، المستشفيات وغيرها. نعم، أيضا دكتور، استطاعت كما تعلم الحكومة السعودية أن تنفق أقل من المقدر في الميزانية، وبالتالي أن تحقق إيرادات غير نفطية تفوق المتوقع، حيث استطاعت الحكومة بذلك السيطرة على الإنفاق من خلال الانضباط المالي، رغم كما تعلم التحديات التي تواجهها المملكة وخاصة ما يحدث الآن في تقلبات أسعار النفط. يعني لو نأخذ فقط كمثال دعم الطاقة، دعم الطاقة والمياه في المملكة يمثل حوالي 400 مليار دولار مليار ريال، هذا رقم هائل نسبة إلى يعني كاد يكون 40% من الميزانية. أيضا قطاع الرواتب بنفس المعدل، إذا معظم الميزانية ما بين الرواتب وما بين دعم قطاع الطاقة والمياه، ولذلك كانت هذه من الإجراءات التي اتخذت في العام الحالي، رفع أسعار المنتجات البترولية، رفع أسعار الكهرباء، رفع أسعار المياه، تخفيض الدعم على بعض الخدمات غير الأساسية مثل الطعام وغيره، وأيضا نعم، تخفيض العلاوات أو نعم، وقف لكن العلاوات بالمقابل وتخفيض نعم بالمقابل دكتور، أيضا ذكر وزير المالية أنه لن يكون هناك فرض أي ضرائب ولا حتى نية لفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين في المملكة. هو يقصد ضرائب الدخل، نعم ضرائب ولكن الدخل، ستكون هناك نعم ضريبة القيمة المضافة، هذا أمر اتفق عليه بين دول الخليج ويفترض أن يكون غالبا في 2018 تنفيذه، ولكن سيبدأ منذ هذا العام تنفيذ الضرائب المنتقاة على التبغ، منتجات التبغ 100%، المنتجات الغازية ومنتجات الطاقة 50%، وربما في مرحلة قادمة يكون هناك ضرائب على الأشياء اللاكشري، يعني الأشياء نعم، الغالية الثمن، سيارات نعم، مرتفعة القيمة، ربما السيارات العالية الاستهلاك للوقود، نعم، فيكون هناك يعني ضرائب مستهدفة نعم، مستهدفة لقطاعات معينة بعينها لا تضر بالطبقة المنخفضة الدخل إلى نعم، متوسطة الدخل. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع، الدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بعده الخليج في أسبوع. What a Christmas day.
snow is gently falling my way. That's when I know for sure that you are my Christmas star. And I'll be the joy of creating, the joy of giving. Pandora, hand finished sterling silver. حياكم الله من جديد.